صباح الخير يا ست الكل. أمينة، تصدق إن أنا معرفتكيش؟ إيه الحلاوة دي؟ عجبتك يا ماما؟ ماما تسمحيلي بقى من النهاردة أقولك يا ماما؟ دي أحلى ماما أنا سمعتها في حياتي. بس بقولك إيه، اوعى تقوليها قدام أمك لحسن ترجع تنفسن عليا تاني. ولا يهمك، من النهاردة بقى وراكي رجالة، ما يكونش عندك فكرة. بس أنتي ما قلتليش أنتي إمتى اتحجبتي؟ ما قلتليش، احكيلي. بعد ما ربنا كرمني. ما هو ربنا عز وجل لولا كرمني كان زماني دلوقتي قاعدة مستنية حكم الإعدام. يا أختي بعد الشر عليكي، بعد الشر عليكي. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. أقل حاجة كان ممكن أشكره بيها بعد ما كرمني آخر كرم، الحمد لله. وحد بقى كده شافك من أمك ولا أخواتك؟ لا لسه، عاملها لهم كلهم مفاجأة، وهفاجئهم كمان إن أنا طالعة بعد بكرة عمرة إن شاء الله. يا أختي أزغرك ولا أعمل إيه؟ مبروك، ألف مبروك. بس أنا زعلانة منك، كان لازم تقولي لي عشان أرتب نفسي وأطلع معاكي. معلش يا ماما، حقك عليا، والله ما جه في بالي، بس أوعدك المرة الجاية إني هقول لك ونرتب ونطلع مع بعض. رجلي على رجلي. إن شاء الله، قولي يا رب. ادخلي برجلك اليمين يا عروسة. الله، شقة حلوة قوي يا حليم. دي شقتك يا بدر البدور، أنا فرحان قوي. عارفة حنون، أنا مبسوط قوي. اللحظة دي أنا كنت بحلم بيها من سنين، وكنت ببقى فرحان، وأول ما فتح عيني واكتشف إن أنا بحلم أقعد مكتئب يجي أسبوعين ثلاثة. أنت عارف يا حليم، أنا مش قادرة أصدق إن أنا عملت كده. وإحنا عملنا إيه لما وصل؟ يعني اتجوزتك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ليه يعني؟ هو انا مش قد المقام ولا ايه؟ اخسى عليك يا حليم وما تقولش كده. يا حبيبي بس انا مش قادره اصدق ان اتجوزت جوز بنت خالي، وبعدين بقى الموضوع ده هيعمل لنا مشاكل كتيره قوي. بقول لك ايه؟ احنا اللي عملنا حاجه غلط ولا حرام؟ بس يا حليم مفيش يعني... بس ولا بتاع. ما انت عارفه من زمان يا حنون انا بحبك انت، وقبل ما اتجوز ابتسام. بس هو النصيب. ربنا يستر. انا قلقانة قوي حد يعرف الموضوع ده. وهيعرفوا منين طيب؟ احنا هنتقابل هنا، لا من شاف ولا من دنيا. يا سلام، ودي بقى تبقى حياة؟ معلش حبيبتي، كام يوم كده بس اوضب اموري وكله هيبقى حلو بعون الله. افتح محل الحلويات واسمي يكبر في السوق، واللي عايزه ربنا هيكون. بجد يا حليمو؟ طب انت بقى ناوي تسميه ايه؟ حلويات صافية. ابتسام فين امال؟ انا كلمتها قالت لي جايه في السكه، بس كانت بتعمل شعرها وتاخرت شويه هنا. شعرها ده ايه؟ في واحده تتاخر افتتاح محل جوزها. معلش يا حليم، وزمانها جاي ان شاء الله. مبروك يا حليمه. الله يبارك فيك يا ستنا، ما هو كله بمجهودك برضه. يا اخويا انا ما عملتش غير شغلي. حليم مبروك يا حليم، والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا روحي. ويبارك لي فيك يا رب. مبروك يا سي عبد الحليم يا حافظ. وهلا هلا ويا اخت اسمان، لا بقى عندك محلات باسمك اهو، والقرش جري في ايدك. الله يبارك فيك يا حماتي. عقبالك. عقبالي جرايه واد، انت صيت قصدك ولا ايه؟ ما انا طول عمري جيبي مليان، والمحلات باسمي مليان الدنيا. يا لهوي يا هي هي ده ايه ده؟ ده ده ده, ده. ايه اللي بيحصل ده؟ مين الحوش دول؟ جايبهم ليه هنا يا ابتسام؟ جايبهم عشان ابارك لك يا عريس، ولا انت مش عريس؟ ايه اللي عريس؟ بسم الله ما شاء الله، مش عريس ليه؟ اول مره يا اختي انت وجوزك يبقى عندكم محل زي ده قباها. بالف مبروك يا ابتسام. لا انا مش ببارك له عشان المحل ده، انا جايه ابارك له على الجوازه. لا انت ما عرفتيش. لا ما عرفتش. مش الباشا اللي انا اتحديت الدنيا كلها عشان وبعت اهلي عشان خاطره؟ عينه زاغت على واحده غيري، وقريته ياما نقى من بره، ده ياما نقى ما نقاش غير من جوه بيتي ومن دمي. نقى بنت عمتي اللي واكله معاها عش وملح، اللي لا راعت العشره ولا الاصول. يا نهار ابوك يا اسود، ايه يا بنت الحلمبوحه؟ انت
ما فيش فايده فيكي، بتقعد تلف تلف لما لهفت الراجل برضه ما فيش فايده فيكي، اللي اختشوا ماتوا فعلا. اوعى الله انا فدتك وليها. بس 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 يا جماعه ما ينفعش كده، لنا بيت نتعذب ونتحاسب فيه. بيت ايه يا اختي؟ ما خلاص البيت اتخرب ولهفته بنت الحلمبوحه. انا احب اخد حقي اول باول يا حبيبتي، ما اسيبش حاجه لبكره. بيت يا ابتسام. نعم يا ماما. انتشري انطلقي تغولي في المكان. يلا نسوان هجوم. مفردين بالهم والهم مش راضي بينا بقى. انت انا اكعر انت راح تتجوز على بنتي من غير غلطه يا معلم؟ انا اللي عملت حاجه عيب ولا حرام؟ وبعدين انت كل يوم والتاني بتتجوز، هو حد كان قال لك حاجه ولا هو حلال عليك حرام علينا؟ اخرس، انت عايز تقارن نفسك بالمعلم حنفي البرنس؟ انا بطل كوم يالا، انا التاريخ هيتكلم عني. يا معلم انت مش فاهم حاجه. يعني ايه قد مش فاهم حاجه؟ انا عملت كده للشديد القوي. وهي هو بقى الشديد القوي؟ اصل في حاجه كنت مخبيها عليكم كلكم، على ابتسام بذات نفسها. ابتسام مش هتقدر تخلف تاني يا معلم. الكلام اللي بتقوله ده ازاي يعني؟ وزي ما بقول لك كده يا معلم، السقط اللي حصل لها اخر مره خلاها ما ينفعش تخلف تاني، وانا خبيت عليها عشان ما اجرحش مشاعرها. بس لا حول ولا قوه الا بالله. انت متاكد يا ادم الكلام ده ولا ده فيلم هابط وبتمثله عليا؟ لو مش مصدقنا يا معلم اسال الدكتور اللي عمل لها العمليه. حتى لو ده صحيح، ما انتوا عندك عبد الرحمن ربنا يخليه لكم يا معلم. اديك شايف الواد كل يوم والتاني في المستشفى، والواحد حاطط ايده على قلبه. وبعدين انا عايز عيالي يبقوا عزوه كده حواليا، يشيلوا عني شغلي لما اكبر، ويقفوا صف طويل في عزايا لما اموت. ما لقيتش غير حنان بنت عمتها، دي حتى خلفت بالعافيه. لا، ما هو اللي انت ما تعرفوش يا معلم ان حنان حامل. ادي حليم، انا حاسس انك بتحكي لي فيلم هندي. معقول يا حنان؟ معقول يا بنتي اللي عملتيه في نفسك ده؟ طب ليه؟ انا حاسه ان انا بحلم. بحلم ايه؟ ده انا في كابوس. يا ماما يا ماما، لولا حليم ومعايا في الظروف دي كان زمان دلوقتي مصيري زي مصير تسنيم الله يرحمها. يعني انت عايزه تفهميني ان ده تبرير اللي انت عملتيه ده؟ حرام عليك يا بنتي تسيب الدكتور المحترم ابن الناس والعيلة الكبيرة وتتجوزي حليم اللي متجوز بنت خالك. اوري وشي لاخويا ازاي؟ والدكتور ابن الناس ده كان عمل لي ايه؟ ده باعني بالرخيص وشفتي معاه الذل. ايوه شفتي الذل مع ابن الناس، وعايزه تشوفي الهنا مع ابن البلد. يا ماما يا ماما، حليم ده بيحبني بيحبني حتى من قبل ما يتجوز ابتسام. وما اكتشفتيش الحكايه دي غير دلوقتي؟ اسمعي كلامي يا بنتي، انت لازم تطلبي الطلاق النهارده. ما اقدرش ما اقدرش يا ماما ما اقدرش، انا بحبه. يبقى انا بريئه منك ليوم الدين، ويحرم عليا بيتك وسرتك يا حنان يا بنت بطني. سايبه البيت وراها فين روحي؟ هو انا هيبقى لي وش اقعد في البيت ده دقيقه واحده يا اخويا؟ لا حساسه قوي، بعد ما خربتها وقعدت على تلاه يا حلمبوحه. حقك عليا كيداه، حقك عليا حنف يا اخويا. حكيم، انا اكتشفت بعد العمر الطويل ده ان انا ما عرفتش اربي بنتي. هتروحي فين دلوقتي يا اختي؟ على بيت بنتها طبعا. حد الله بيني وبين بيتها، ولا رجلي تخطي عتبتها. سلام عليكم. وعليكم السلام. تعالي هنا. رايحة فين يا روحي؟ عايزاني في حاجة يا كيداهم. أنا عارفة إن أنت مالكيش ذنب في اللي حصل، وإنه حصل غصب عنك. يعلم ربنا قلبي كان محروق قد إيه. يلا روحي اطلعي على أوضتك فوق، طلعي شنطتك وابن بنتك في إيدك. إحنا خلاص تعودنا عليكي في القعدة هنا، مش كده حلمبوحة؟ يلا اطلع. طيب تكبرت في نظري قوي يا كيداه. وده وقته يا حنفي. طبعا جينا من صلاحيات ربنا كده. اوف قوم بس شوف مين. حاضر.
حاضر. يا نهار اسود ابتسام، انت عرفتي الشقه دي ازاي اساسا؟ ما هو عنوان الشقه ده يا حبيبي هو اللي عرفني انك متجوز عليا. ازاي يعني؟ طب مش تقولي اتفضلي الاول؟ معلش حبيبتي اتفضلي اتفضلي. بس يا حبيبي مامي مش زعلانه، ده احنا جايين نقعد مع بعض هنا. بس اصل يا حبيبي مفيش مجرم ابدا بيسيب جريمته كامله، لازم يبقى فيها حاجه ناقصه. وده مين المجرم ده ان شاء الله؟ انا؟ انت طبعا يا حبيبي. ما هو اصل سعادتك نسيت وصل النور بتاع الشقه دي في جيب بنطلونك. ومفيش واحده ست يا عيني بتغسل بنطلون جوزها من غير ما تفتشه. يا نهار اسود منيل، وانت جايه بقى شد حيلك عليا كده عشان تقولي البقين دول ان شاء الله؟ نو انا جايه عشان اقول لك ان انا هقعد معاك هنا انا وابنك. تقعدي هنا فين؟ شقه جوزي حبيبي. طب عندك شقتك ولا الفيلا؟ روحي اقعدي فيها. لا اصل انا اكتشفت ان شقتنا قبلي وانا ما بحبش الشقه القبلي بصراحه، وبعدين انا حسيت ان انا تقلت على اهلي قوي الفتره اللي فاتت دي، فقلت اجي اقعد بقى مع جوزي حبيبي في عزه وخيره وشقته الجديده. قولي بقى اوضتي فين؟ اوضتك؟ ايه؟ هذه المصيبه، رفعت بنتي بتقول ايه؟ لا لا انا متاسف يا باشا متاسف. ايوه يا باشا ايوه فهمت كل حاجه. طبعا طبعا يا باشا همسك نفسي اهو، مسكت نفسي. حاضر يا باشا، رب الحسن، مع السلامة يا باشا، مع السلامة. دي الكارثة اللي أنا فيها دي، يا نهار أسود، الواحد يخاف على نفسه، أعمل إيه يا ربي؟ الله، أنت بتكلم نفسك ولا إيه يا حنفي؟ إيه اللي جرالك؟ مصيبة، مصيبة يا حلاوتهم. مصيبة إيه؟ مصيبة إيه؟ ما تخطخضنيش. رفعت بيه كلمني في التليفون وقال لي إن الإصابة بتاعت الماضية عرفت ان انا ورا دخول رجالتهم السجن. يا ندمتي السودة يا ندمتي السودة. وبعدين حصل ايه؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه واسوي ايه؟ لسه المصيبة التانية. تانية؟ تانية ايه؟ قول. حاضر، رفعت باشا قال لي ان واضح ان جوليانا عارفة كل حاجة وبتشتغل مع العصابة. جوليانا دي ايه؟ مراتك التالتة؟ مريعنا الرابعة؟ لو انت كنت عاوز تجوز لي الرابعة اسم الله. ده انا كنت ما بطيقهاش، كنت بكرهها من قلبي. ادي اخر رمرمتك يا حنفي، ادي اخر جريك ورا النسوان يا حنفي. اشرب بقى يا عم، وريني هتعمل ايه. اشرب بقى. اشرب ايه ولا اكل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. والبوليس قال لك هيعمل ايه؟ رفعت بيه قال لي اوعى تخلي جوليانا تحس في اي لحظه انك فقستها وانك عرفت انها شغاله مع المافيا. اما بالنسبه لي انا، تعرف ان جوزك بطل قومي. البوليس قال لي ما تخرجش من الفيلا ولا تبص من الشباك، واحنا هنبعت لك قوة علشان تحافظ عليك. يا رب استر يا رب استر يا رب. اه لو البوليس يسيبني على الولية اللي اسمها جوليانا دي، لكنت افرجكوا عليها، كنت اقطعها لكم حتت 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 كده. السلام عليكم عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا استاذ، اتفضل. اهلا بيك. انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. تشرب ايه؟ لا لا متشكر، شارب بروق والله. لا ده انت مجيتك عندي بالدنيا، لازم تشرب حاجه. سيبك من الكلام ده يا عبد الرحيم، عشان انا عايزك في موضوع مهم. خير؟ انت فاكر القضيه الكبيره بتاعت الالماس اللي كانت متهمه فيها كيداهم عبد القوي وكان ماسكها احمد عبد المقصود المحامي؟ كيداهم عبد القوي، كيداهم عبد الله، ودي تتنسي؟ طبعا فاكرها. فاكر رقم ملف القضيه دي كام؟ لا طبعا مش فاكره. طب انا عايزك تطلع لي الرقم ده وتشوف لي الملف ده ضروري. هو في ايه بالظبط وعايزه ليه؟ اصل عندي قضيه مشابهه وعايز اشوف اسباب حكم البراءه ايه وايه الدفوع اللي قدمها احمد عبد المقصود المحامي عشان استعين بيها في قضيتي. بس انت ما معكش توكيل رسمي عن المتهم. عارف، عشان كده انا عايز صوره ضوئيه مش رسميه. اذا كان كده ما فيش مانع. ربنا يخليك يا عبد الرحيم، وان شاء الله حلاوتك محفوظه لما اخد براءه في القضيه بتاعتي. استاذ حنفي، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه امينه بنت حضرتك. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ ده احنا يا ابني اللي يسعدنا ويشرفنا. طبعا، يا نهار ابيض، ايه اللي يسعدنا ويشرفنا يا حنفي؟ ده انت خلاص يا استاذ احمد بقيت مننا، ده انت منقذ العيله. ما تقوليش كده يا ست كيداهم، انا ما عملتش غير شغلي وبس. بالنسبه لموضوع الخطوبه ملوش علاقه بالشغل. شغلي ايه بس يا ابني؟ رايح ما بيه، احنا بنشتري راجل. طبعا يا حنف يا حبيبي، الا بنشتري راجل. يا رب اجعلها من حدك ومن نصيبك، هنلاقي راجل احسن منك تبقى نامن عليه لبنتنا. يلا يلا كيداهم من دايره. حاضر يا حبيبي. امينه منمن يا امينه تعالي يا حبيبتي. ايوه يا منمن.
الاستاذ احمد، سلمي عليه. اهلا يا استاذ احمد. اهلا اهلا يا سامية. امينه، استاذ احمد جاي طالب ايدي. قلتي طالب ايدي انا؟ اه طبعا ايدك، امال ايه؟ المهم يا حبيبتي تكوني موافقه، ما تتكسفيش. موافقه. موافقه. بقول لك ايه يا بسبوسه، عارفه انت ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقصني يا ست امين؟ انك تعملي زيي وتتحجبي. اتحجب؟ اتحجب ايه بس يا امين؟ ده انا كنت عامله البدعه وايده صوابع العشره شمعة، وفي الاخر هتجوز عليا. واتجوز عليا مين؟ انت عمتي. تفتكري بقى لو اتحجبت ممكن يعمل فيا ايه؟ ده مش بعيد يطلقني ويرميني في الشارع. لا تعلم مخلوق في معصيه الخالق. وبعدين سوري يعني ضربوا الاعور على عينه، هو هيعمل اكتر من كده. انا لسه عندي امل يا امين، لسه عندي امل لاني بحب. نفسي يرجع يبقى ليا لوحدي تاني. حاسه ان موضوع حنان ده ممكن يبقى نزوه، مجرد نزوه ممكن تعدي. نزوه ايه يا ابتسام؟ ده اتجوزها. بصي انا هقول لك كلام عارفه انه ممكن يزعلك، لكن انا قلبي عليكي. انت لازم تواجهي نفسك بالحقيقه. حليمه اتجوز حنان عشان يخلف منها، وخصوصا يعني بعد مرض عبد الرحمن. انا عارفه ان الكلام ده ممكن يزعلك، لكن يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا. وانت عايزاني اعمل ايه يا امين؟ اسلم وارفع الرايه البيضة واستغنى عن حب عمري؟ ده انا ممكن اموت يا امينه لو عشت من غير حليم يوم واحد. امينه انا لسه عندي امل، عشان كده انا رحت وقعدت معاهم في الشقه، عشان انا مش هستحمل ان يغيب عن عيني يوم. صدقيني انا حاسه ان حليم هيرجع لي في يوم من الايام، عشان كده انا مش عايزه اسيبهم لوحدهم. خايفه يتعلق بيها وينساني انا، لان انا عارفه ان اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. الباب يا قمر. صباح الخير. مين اللي على الباب؟ احنا عمال صيانه تكييف يا فندم. اتفضل اتفضل. بقى انا عايزاك تطلب الارض الاول، ماشي؟ تحت امرك يا فندم. ست حلاوتهم. حلاوتهم؟ ده انت عارف اسمي كمان يا فندم. احنا مش عمال تكييف ولا حاجه، احنا بوليس، والاسوره دي لازم حنفي هادي بيها جوليانا. بقى انتوا الاثنين جايين متنكرين عشان تدوني الاسوره دي اديها لحنفي، اديها لزفته الطين. يا فندم الاسوره دي فيها جهاز ارسال وجهاز تصنر، وده هيساعدنا كتير. بقى البتاع دي فيها الكلام ده؟ أرجوك يا فندم، لازم الأسورة دي حنفي يوصلها لجوانا في أقرب وقت ممكن. وحنفي عارف كده؟ أكيد سيادة العميد بفهم على كل حاجة يا فندم. بس أنا حنفي ما قاليش حاجة زي كده. المفروض كان حنفي يستلمها بنفسه، بس الخطة اتغيرت، والأسورة دي لازم تكون في إيد جوليانا النهاردة. هتاكلي مشويات دلوقتي مهضومة. أنا اللي متبلها بإيدي على فكرة. هتشوفي، هتاكلي الصوابع. حط يا ابني، حط لي انا. الله الله على الاسورة، هتاكل من يدك قطعة، قصدي حتة. والله منيحة مش كده؟ ايه عن جد اسورة بتعقد. ذوقك كتير حلو معلم حنفي، تعيش وتجيب. ايه بتجنن. على فكرة يا جوجو، خي أنطوان كان اليوم مع تاجر الألماظ اللي خبرتك عنه. ألماظ خبرتيني عنه؟ ألماظ إيه يا حبيبتي؟ أنا لا أعرف في الألماظ ولا ليا في الألماظ، ولا عمري في حياتي مسكت حتى الألماظ. تعرف أنا جيت من بيروت على فضك كريم. شيء غريب، مع إنه نحن سامعين وغير هيك. لا هيك ولا فيك، دي إشاعات يا حبيبتي، إشاعات يا جولي. ها؟ ألو. إشاعات. انت لسه صاحية؟ اه لسه صاحية، اصل انا ما شفتكش وانت راجع من الشغل، فقلت اطمن انك رجعت وبعد كده ابقى ادخل انام. تطمني. اه عبد الرحمن نام؟
انا من بدري. مالك في ايه خير؟ هيكون مالي يعني، ما انا حلوه اهو زي القمر ومزقططه وكويسه ومودي زي الفل. والله طب كويس، ربنا يسعد اوقاتك. طيب صباح على خير. انت رايح فين؟ اصل انا هبات عند حنان النهارده. والله طب تمام كويس، ما هي برضه من حقها تفرح لها يومين بصراحه، لسه عروسها في شهر العسل. من قلبك الكلام ده؟ طبعا من قلبي، امال هضحك عليك؟ وبعدين ما احنا لازم نحب الخير للناس عشان ربنا يبعته لنا ولا ايه؟ اللهم قوي ايمانك. طب يا روحي انت عايزه مني حاجه؟ لا يا حبيبي تسلم لي. صباح الخير. وانت من اهله يا نور عيني. وعندك لب وسوداني وحاجات. ها صباح الخير. وانت من اهله. خير يا استاذ عرف. يا فندم انا جاي اقدم لسيادتك بلاغ ضد كيداهم عبد القوي واحمد عبد المقصود المحامي. اولا بتهم التضليل العداله، ثانيا بتهم التزوير توقيع السيد وكيل النيابه، ثالثا بتهم تبديل الاحراز. ايه ده كله يا استاذ عرف؟ شوف يا فندم، قضيه تهريب الالماس قضيه كبيره جدا، وانا ليه اكتر من شهر وانا بحاول افك خيوطها، وفي الاخر لقيت مفتاحها في توقيع السيد وكيل النيابه. توقيع وكيل النيابه ازاي؟ انا هقول لسيادتك ازاي يا فندم. أنا بعد ما صورت القضية من الحفظ واطلعت عليها، لقيت توقيع السيد وكيل النيابة في الحرز الثاني مختلف عن توقيعه في الحرز الأولاني، ومن هنا مسكت طرف الخيط ومشيت وراه لحد ما قدرت أكشف كل حاجة، وطبعا ده من تدبير الأستاذ أحمد عبد المقصود المحامي. وأنا سعادتك لسه جاي من نقابة المحامين دلوق، وجبت تصريح من النقابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد عبد المقصود المحامي. اتفضل يا فندم. كلام جميل جدا، طول عمرك جاهز يا استاذ عرف. افتح يا ابني محفوظ. اسمع يا جوليان، انت لازم تسهل لنا عمليه خطف حنفي، لانه شكله مش هيقر مكان الالماس فين. وانا شو المطلوب مني بالظبط؟ انت مش بتقولي ان فرح بنته الخميس الجاي في الفيلا؟ ايه خلاص، احنا رجالتنا هيدخلوا الحفله على انهم صحابك وصحاب اخوكي انطون. وبعدين؟ بعديها هيستدرجوا حنفي للجنينه ويخدروه ويخطفوه. اوكي لميس، وانا رح اخبر خيي بالموضوع بالظبط. خلاص، احنا رجالتنا هيدخلوا الفيلا على انهم صحابك وصحاب انطوان، بعد كده هيستدرجوا حنفي للجنينه ويخدروه ويخطفوه. اوكي لميس، وانا رح اخبر خيي انطوان بالموضوع بالظبط. اتفضل يا عم. مبروك يا احمد يا ابني. الله يبارك فيك يا عم. مش هوصيك تحط امينه جوه عينيك. لا اطمن يا عمي، امينه في عينيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ عرفني جو. اهلا وسهلا. هيدي لميس. اهلا وسهلا. بديت عمري. اهلا وسهلا. بن سوار. وهيدا جميل بيل بيروتي رجل اعمال. اهلا وسهلا بن سوار. وهيدا ميلاد نصري، في اكبر تاجر بجوهرات. تخبرني. اهلا وسهلا. مبروك عليك يا كيو. بارك الله فيك. تفضلوا. في شقافات جوا، خذ سخون، كل واحد ياخذ شقفه. تفضلوا. اهلا وسهلا. عقبال عندكم، عقبال اولادكم. اهلا وسهلا. ايه كل دول يا عم؟ دول اصحاب جولي وخيها. دول لبنانيين مش كده؟ طبعا لبنانيين. مش باين عليهم ولا ايه؟ لا طبعا. ودول اللي هنا بالصدفه ولا ايه؟ اه صدفة، حاجة غريبة قوي. هي فعلا حاجة غريبة. تؤمرني؟ غوي غوي. اهلا يا شريفتي. اهلا وسهلا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. يبارك فيك. تفضل فندم. تفضل وفي جاهز. تفضل. مبروك فندم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الباب من هنا ساعتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله حياتهم كتير قوي. ايه دول كمان؟ لا دول اصدقائي انا، دول من نبع. يك شايف. بالصدفه عرفوا جايين ياكلوا. اه قصدي جايين يبركوا. من نبع يعني مش تقبرني برضه؟ لا 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 لا، هي جوليانا تقبرها، انا ما تقبرني.
الخير وليد فريد سعيد. بقول لحضرتك وليد فريد سعيد، وانت عندك حفله النهارده ولا ايه؟ هو حضرتك مش معزوم ولا ايه؟ معزوم ايه ده، انا جاي اخطب. نعم تخطب؟ تخطب مين؟ حضرتك احمد عبد المقصود. ها والله يا استاذ احمد انا سرحت لك، بس انا حصل معايا موقف قبل كده. موقف ايه يا استاذ وليد فريد سعيد؟ برافو عليك. انا قبل كده جيت اخطب مدام ابتسام ما كنتش عارف ان انا اتجوزها، لكن المره دي انا مركز جدا وعامل تحريات، خلي بالك دقيق. والنهارده ان شاء الله جاي تخطب مين؟ كلام في سرك بقى، الانسه امينه. يا راجل الانسه امينه؟ وكل ثقه. كلك ثقه في ايه بقى ان شاء الله؟ هتوافق ان شاء الله. كده قلت لي اسمك ايه؟ وليد فريد سعيد. ده انا الاسعد والله حبيبي. ممكن تتفضل معايا؟ فين؟ في الاوضه دي. هبعت اجيب والدها علشان تتفاهم في التفاصيل. اوي اوي حبيبي. اتفضل اتفضل حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا نورت. مبروك الف الف مبروك ليكم كلكم، مبروك مبروك. بس البيت ده كله جاي معايا شمال شمال شمال. ايه ده انت اللي شمال ويمين؟ يلا غرف ده بره شمال بره تصحى عليه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده فقرة الساحل مهضومة مش كده؟ طورني منيح وطورني. اخبار شو بو صحه تحن بو؟ بس بقى عشان ما حدش ياخد باله. ربنا يستر. حكم بنتي امينه عيني عليها، حظها قليل في الدنيا اللي ما في الجوازه بالله بتتم ابدا. بان عليها البنت هتعنس جنبي ولا ايه؟ ربنا يستر النهارده. لا 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 ما تقوليش الكلام ده يا كيداهم، باذن الله المره دي هتمم بخير. اسكتوا بقى لحسن بين البوليس وصل. البوليس فين؟ بس بقى عشان ما حدش ياخد باله. بس بقى عشان ما حدش ياخد باله. طب بس بقى عشان ما حدش ياخد باله. لا يعني مش هخلي حد ياخد باله. يلا يلا اطلعي جيبي امينه. ايوه ايوه حاكم، خلي جميل حكى لي على مشاريع مهمه تعالوا نتكلم فيها في الطراوه. في الطراوه هلا هلا ويا اخت اسماء الله، رايحين على فين ان شاء الله؟ شكلهم بيستدربوه على الجنينه. ربنا يستر يستر. احنا هنسيبه يلا بينا يلا. شكر جدا
شكر جدا جدا يا شريف باشا انت والرجاله بتوعك جيتوا في الوقت المناسب قبل بتوع المافيا دول ما يقبروني. الحمد لله انقذت البطل القومي حنفي البرنس. لا شكر على واجب يا حنفي، احنا ما عملناش غير شغلنا. شكر يا شبيه شكر جدا. يا ريت بقى تبلغوا جوليانا ان ورقه الطلاع هتوصلها في سجن القناطر. تقبرني بس يا ريت باخر جنازه مش جوازه، مفهوم يا حنفي؟ طبعا. الف حمد لله على السلامه يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يخليك يا فندم، متشكرين جدا. تأمرني باي حاجه؟ لا يا فندم، مع الف سلامه. مع شكرا يا حضره. متشكرين قوي. السلام عليكم. الف سلامه. سلام الله عنيسك وشرف. مين فيكم احمد عبد المنصور؟ انا احمد عبد المنصور. معايا امر بالقبض عليك. يا مصطفي قبض؟ معاك اذن النيابه؟ اتفضل. مش ممكن. وادي موافقة النقابة بالإذن. كمان؟ موافقة النقابة؟ مش ممكن. مش معقول. لا 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 لا، ده أكيد في حاجة غلط. بعد كل الجرائم اللي ارتكبتها بتقول في حاجة غلط؟ بكرة هتعرف كل حاجة في النيابة يا أحمد بيه. اتفضل معانا أحمد بيه. اتفضل معاكم؟ يا نهار أسود نايل على بختك يا بنتي. أكيد في حاجة غلط. أكيد. مكتوب لك يا أمينة. أحمد. أمينة يلا سيدنا شوف شغلك. الإنكار مش هيفيدك بأي شيء. الحاجة بعويس وأمين سر المحكمة اعترفوا بكل حاجة. البوليس كمان مراقبك بقاله فترة وعارف نشاطك المشبوه في تجارة الألماس. أنا هعترف بكل حاجة. أنا راجل قانون وبفهم فيه كويس. أيوة كده. دي أحسن حاجة عملتها بقى عشان تحسن موقفك في القضية. ما أنت سيدي عارفيني. قول لنا بقى كمان مين شركاتك في تجارة الألماس وفي الصفقات المشبوهة اللي تم فيها. عشان ما تشيلش القواضي دي كلها لوحدك. حاضر يا فندم. انت يا بنت يا كريم، انت يا بنت بتاعت بطك اللي كل همك على بطك. انت بنت يا كريمه يا هنا. هنا تحت امرك يا فندم. ما شفتيش كريمه؟ لا ما شفتهاش النهارده. ايه النهارده؟ طب اتنيلها على عينك، اتفضلي خش المطبخ دوري عليها، تلاقيها في قلب الثلاجه عماله تحشر، في قلب البوتاجاز، في قلب الديب فريزر. يعني هتكون راحت فين؟ غوري في ده يلا. حاضر. الله، حاجه غريبه قوي. مقفول؟ يا نهار اسود وبنيل، ما كنتش البت عيطش تنزل تلبسين تشرب غير الجواه. حنفي يا ابو البنات. ايوه حنفي. ايوه يا كيداو، في خير؟ هيجي منين الخير؟ اللي اقول يا اخويا، ما شفتش المخفيه بنتك كريمه؟ لا ما شفتهاش ولا حتى لمحتها. يا نهار اسود وبنيل، ليه الارض اتشقت وبلعتها ولا ايه؟ اهدي امال يا كيداو، هتروح فين يعني؟ اهدى ايه ونيله ايه؟ فص ملح وداب؟ يا خرابي إيه؟ يا خرابي يعني الفاتورة الحق. كبيرة ولا ايه؟ فاتورة ايه ونيلت ايه؟ بنتك بطل مرسالة، الحقني. يا نهار مش فايت، سامحيني يا ماما انت وبابا. انا هربت مع مفتاح لاني كنت متأكدة انك مش هتوافق على جوازنا. شوف البت العبيطة، البت عبيطة، بدل ما تقول سامحيني يا ماما وسامحني يا بابا، انا اسفة يا ماما، برضو ما قالتش يا بابا انا اسفة اني ما قدرتش ما طوعش قلبي. كريمة يا بنت، يا نهار مش فايت، ما لقيتش غير مفتاح. مفتاح ايه وقفل ايه؟ ما لقيتش الا البورس اللي مضروب بشبشب بتهرب معاها وتمسح منخدها في الارض. احي عليا حي، ده انا ما وريتها ما بقاش انا كيداهم. ماشي بخل استرتش. حقيني يا ست. في ايه يا بنتي؟ البوليس بره بيسال عليك. اتفضل يا عم البوليس، ما لما بتطبل بتطبل مره واحده. خير يا حضرة الظابط؟
انت جايداهم عبد القوي؟ ايوه. معانا امر بالقبض عليكي. قبض عليا انا؟ ليه؟ عملت ايه؟ خير بالظبط، هي عملت ايه؟ انا ممكن اضغط عليها واخليها ترجع. هتعرفي كل حاجه في النيابه. نيابه؟ حانك فيه. هقدم لك نفسي حضره الضابط. انا البطل القومي حنفي البرنس. مين يا اخويا؟ البطل القومي حنفي البرنس، ما سمعتش عني ولا ايه؟ لا يا سيدي معلش، اصل ما بتفرجش على تلفزيون. ده بيقول لك ما بتفرجش على تلفزيونات يا حنفي، الحقني بقى. ما تخافيش يا كيداهم، انا هكلم اصدقائي المسؤولين. المهم انت بعد اول قفا تغديق قولي لهم انا مرات حنفي البرنس البطل القومي. الله، كره حنفي، انت هتسيبهم يضربوني بالقفا ولا ايه؟ حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة فتحية سيدة الطيب الشهيرة بفتحية كريستال بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى سلامة متولي جد الله الشهير بسلامة مركيز بالسجن 8 سنوات مع الشغل، وعلى أحمد عبد المقصود عوض الله بالسجن 10 سنوات مع الشغل، وعلى عويس فتح الله السيد وابراهيم عبد المولى زينهم بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى كيداهم عبد القوي جديد بالسجن 10 سنوات مع الشغل. حرام، انا مظلومه يا سعد الفليل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخيرا اخيرا الوليه اللي اسمها كيداهم دي غارت. ده ايه ده؟ دي عامله زي ما يكون قط بسبع ارواح. والله عندك حق يا شحته، بس الحمد لله غريبة قوي اللي ربنا عمله، قضيتها القديمة دي تتفتح كده عشان ننتقم منها بجد. البركة في المحامي العقر اللي انت جايباه يا اما. اهي دلوقتي تفتكر ان انا اللي مسلطاه. الله، طب انا راخر فاكر ان انت اللي مسلطاه. طب والله العظيم تلاتة انا مالية دعوة بالموضوع. شوفي يا اما ليكي مالكيش، المهم ان هي غارت في 60 داهية وخلصنا منها. ايه يا اما؟ مالك؟ في ايه؟ معرفش يا شحتة. على قد الولية كيداهم دي ما كانت السبب في كل اللي جرالي في حياتي، لكن المرة دي لما دخلت السجن ما فرحتش فيها. يام يام، ده انت كده خليك الجو مع ابو حنفي. يا عم نايله منيله. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. زي ما بقولك كده يا سناء، انت ياما اللي قلبك طيب قوي. مش عارفه يا شحته، البني ادم احيانا يفضل طول عمره يستنى حاجه عشان تحصل، واول ما تحصل يلاقيها انها مش فارقه معاه خالص. البني ادم ده غريب قوي. المره اللي احنا بديناها انا وانت ياما وقعت على العمال وماتوا هم والغفيل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اسندني يا ابني اسندني. طب وبعدين هيحصل ايه؟ مش مهم ياما اللي هيحصل، المهم ان المقاول واضح ان هو ضرب المونه والمؤسسات. يخرب بيته، وقع علينا دمنا نصيبه. مش مهم ياما، المهم المصيبه الكبيره اللي احنا فيها. يعني هيحصل ايه؟ قولي طمني، هقامن تقولي. انت حلاوتهم يا استاذ جاب الله. ايوه معانا امر بالقبض عليك. اسندني يا ابني. العواف يا مقطيع. الله يعافيك يا ملكة. عاملين ايه من غيري؟ العيشة ضنك من غيرك يا ملكة. اديني رجعت لكم اهو. السجن طبعا ما فيهوش لا ظبط ولا ربط، بس ما دام الملكة رجعت هيرجع الظبط والربط تاني. حبيبتي 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 حبيبتي، 5 حبيبتي في وش العدو. يا اختي روحي 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 روحي، الملكة رجعت يا عيال. حلاوتها حلاوتها زي ده حتة ياكلوها الساعة 6 ناس عالي لوش. وحشاني يا حبيبتي. انتي اكتر يا كيداهم، لنا نصيب نعيش مع بعض برا السجن وجوه السجن. قطع السجن وقطع صحاب، وما احناش عايزين جوه السجن دي، ما احنا كنا عايشين برا في الرفاهيه ونشم الهوا الفرنش، وعلى راي المثل ما بيقول لا نعيش عيشه فوق لنا نموت احنا الكل. زغراكوا على ايام السودا اللي نقضيها معاكوا. Thank you.
ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي. الملكة وكيداهم خير. بالمأمور عايزكم. عايزنا؟ عايزنا احنا الاثنين. عاوزنا في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ان شاء الله ما عرفتي. قال لي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. تعالي لما اشوف ايه. يلا ادخل. امور يا باشا.